خلاص قلت لك شغل يبقى تمشي. حاضر يا باشا. خلاص يا باشا. اركن عربيتك بعيد. ازاي ممشيه بنتك وهي معهاش رخص؟ يا كيمو واقف ليه كده عندك؟ غزل حبيبتي. عسكري سوكا، يا عسكري سوكا. حاضر يا باشا. امنيه امسح لك المكنه. يلا بس هدوم الشغل. يلا حاضر هروح اغير على طول. عندك شغل؟ حاضر. عسكري سوكا. نعم يا باشا امنية. شايفة العجلة اللي هناك دي؟ اه. شكلها ما عندهاش رخص. اه فالك؟ اه. ماشي. فين الرخص؟ رخص يا سوكا. رخص العجل. العجلة ماما جايبها لي من غير رخص. من غير رخص؟ يعني ايه رخص اصلا؟ لا تعالي. تعالي كلمي الباشا امنية. اسمع الباشا منين؟ معكش رخص؟ ما معيش. هو يعني ايه رخص اصلا؟ عسكري سوكا. نعم. خد العجله دي وكلبشها. حاضر. انزلي. عجلتي ماما جايبها لي. وانت انزلي. اوفي انا اتذنبي. حاضر. يلا. معكش رخص؟ اوفي لهنا. حاضر. عسكري سوكا. حاضر يا باشا منين؟ اوفي انا. يلا. حاجه تاني؟ لا ماشي. عسكري سوكا. يا باشا منين؟ هاتي رخص من العربية دي. حاضر. بعد اذنك عايزه الرخصه. مين عايزها؟ الباشا منين؟ ما عملت حاجه ولا ايه؟ باشا منين هتقول؟ باشا. باشا مصر. سعاده الباشا. واقف الممنوع ليه؟ باشا بس انا طالع البيت بتاعي بس. معلش يا فندم. طب اركب اركن العربيه بتاعتك بعيد. طب خلاص حضرتك عايز رخص؟ ايوه عايز رخص. طب ممكن تسمح لي المره دي؟ معلش يا باشا. لسه مجدده وكل حاجه. متقلقش يا باشا. رخص مظبوطه. اما بقى فين يا امنيه؟ اسمي الضابط امنيه. طب بقى فين؟ بعد احنا في شغل. انا بسالك على بقى بس عايزه الموضوع. خلاص قلت لك شغل يبقى تمشي. حاضر يا باشا. خلاص يا باشا. اركن عربيتك بعيد. خلاص حاضر يا باشا. عاوز العسكري بس. خد العسكري. لا. اراضيها. ماشي يا امنية. حاجة تاني؟ برضه الظابط امنية كلامها صح. انا هاخد العربية كده في الجراج عشان كده غلط. سلام يا باشا. سلام يا باشا. خد منها الرخص. حاضر. معاكي رخص؟ رخص. يعني ايه رخص؟ يعني معاكيش رخص. عسكري سوكا. حاضر. تلبسي السكوتر ده. لا دي بعض عادي. هاتي بس عمي يا عم. اقف. يلا وفينا الزنيبي جنبها. طب انا هقول لماما. طيب هدخلك السجن. خلاص خلاص. حاجه تانيه يا شمنيه؟ وفينا جنبها. حركيش. حاجه تانيه يا شمنيه؟ لا يا عسكري سوكا. ما كانت تاخديش اي من اي حد فلوس. ما خدتش والله.
اقف هنا. في حاجة ولا ايه؟ عسكري سكر. نعم يا شمنية. في معاه بطاقة ولا لا؟ معاك بطاقة؟ ما معيش بطاقة، انا لسه صغير. بيقول معاك بطاقة. طب فتشي كده، شوفي معاه سجاير ولا لا؟ ما اشوفش سجاير، معهوش حاجة. انت استناك ايه؟ تاني اعداد. عسكري سكر. نعم يا شمنية. وقفي هنا. تعالى هات الكتاب. اه فين؟ على الدرس. هدخلك السجن، وعلى فكرة انت مش هتمشي غير لما حد يجي يضمنك. حاضر حاضر. خش. يلا اقف هنا. حرك. يلا عسكري سوق اقف هنا. ايه اللي موقفك كده يا ماما؟ الحقيقة يا ماما الضابط امنية وقفتني يا ماما عشان ما معيش رخص العجلة. معكيش ايه؟ رخص العجلة. هي امنية عاملة فيها ضابط؟ اه. طيب خلاص مش انا هتصرف، خليكي واقفة زي ما انت. باشا مصر ازيك يا باشا، عامل ايه؟ وحشتنا. مفيش هزار، هي بنتي عملت ايه طيب؟ مكة عملت ايه؟ ازاي ممشية بنتك وهي معهاش رخص؟ لا انا غلطانه في الحته دي، انا اسفه والله، انا اسفه. طب بصي انا كنت مقدمه ورق اللي هي تترخص. فين 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 فين؟ بصي اهي الفاتوره بتاعتها اهي. طب رخص عليها. ماشي حاضر يا ظبط امنيه. لو ماشي التاني من غير بطاقه ادخلها لك السجن. لا خلاص والله انا اسفه، انا اسفه. ماشي يا ظبط امنيه، ينفع طلب معلش؟ ينفع حضن وبوسه؟ شغل شغل. انا اسفه، خلاص انا اسفه. ينفع اخد مكه طيب؟ اتفضلي. ماشي يا امنيه. عفوا ماما، انا زعلانه منك عشان انت ما عطيتنيش رخصه العجله يا ماما. المره الجايه هطلع لك الرخصه وامشي بيها. الفاتوره اهي. ماشي ماشي ماشي. على فكره لو انت كنتيش جيتي تاخديها انا كنت همشيها من هنا. حقك علينا والله، احنا اسفين يا ظابط امنيه. الرخصه دي مهمه. خلاص حاضر، احنا اسفين. بعد اذنك هاخد مكه. انا دخلها السجن. ماشي. تحبي بنتك تدخليها السجن؟ لا انا اسفه، حقك عليا. ينفع اخدها بقى ولا لا؟ اتفضلي خديها قلتلك. خلاص حاضر، يلا يا مكة هاتي العجله بسرعه. يلا حبيبتي. يلا بعد كده امشي برخصك. يا كيمو واقف ليه كده عندك؟ ظابط امنيه يا ماما قال لي معاك بطاقه. في ايه مالك؟ ظابط امنيه مش عايز يعديني غير بالبطاقه. اه امنيه بنت الحاج صلاح الجمل؟ اه. بتعرفها؟ اعرفها طبعا، سعاده الباشا. ازيك عامل يا سعاده الباشا؟ بدور الدنيا في البدله. ماشي ماشي، بدور الدنيا في منور الدنيا في البدله ماشي. وانت ازاي بمشي ابنك من غير بطاقة؟ لا لا لا، خد لك ايه مولا. نعم يا بابا. ازاي ماشي غير بطاقة؟ ده انا مش هسيبك. انت ما طلعتليش بطاقة يا بابا. طلعها لك. ماشي، حاجة تانية يا باشا؟ أي كلمة. على فكرة. نعم. لو انت ما طلعتلوش بطاقة أنا هدخله السجن وأدخلك معاه كمان. لا يا باشا ما تقلقش يا باشا، البطاقة تطلع على طول يا باشا. وهات البطاقة بتاعتك كده عشان أتأكد إن هو ابنك. اتفضل يا باشا اتفضل. خلص عدت الباشا. بتاعه مظبوطه. طيب يا باشا تحت امرك يا باشا، اي خدمه ثانيه يا باشا؟ عسكري سكر. ايه يا باشا منيه؟ اديك الكتاب بتاعه. حاضر. شكرا. سلمينا الحاج صلاح الجمل يا باشا. شغل شغل، مفيش ضحك. خلاص يا باشا يلا يلا كيمو، ما تحبسوش. يلا يلا. عاوز حاجه؟ حاجه تانية يا باشا منيه؟ لا يا عسكري سكر. هي بجد يا بابا ظابط؟ لا عادي، بس ينفع تطلع ظابط عادي. طب بالله عليك جيب لي بدله زيها. هجيب لك بدله ظابط على طول. كمان هي معلقه مقدمه، انا هخليك لو على طول تبقى إيه اعلى رتبه، عشان إيه تبقى إيه اعلى، تبقى اعلى حاجه على طول. طب وتجيب لي سكوتر زي اللي عندها؟ هجيب لك سكوتر ووقفك في الشارع اللي بعديها ودي تنتجزوا بعض، ايه رايك؟ ماشي يا بابا. ماشي، وانت تنفع ظابط ما شاء الله عليك يا كيمو. ايوه كده كيمو. يلا بينا. يلا كيمو. غزل حبيبتي. نعم يا ماما. واقفة كده ليه؟ أمنية ظابط يا ماما بتقولي لما جيتي تاني يا ماما من غير رخص
هزعل منك يا ماما وهدخلك السجن يا ماما. هي اللي وقفتك كده؟ اه يا ماما انا زعلانه منك عشان انت ما بتسليش الاخر. لا ما تزعليش يا غزل، انت خايفه كده ليه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا هكلم الضابط امنيه. تعالي ضابط امنيه، عامله ايه؟ مالك زعلانه ليه انت كمان؟ في حاجه؟ ازاي تمشي بنتك من غير رخص؟ معلش انا خلاص السجن. معلش عندي المره دي هطلعها لها، ممكن اخدها؟ خديها، بس انت عارفه لو لقيتها ماشيه في الشارع تاني من غير بطاقه هدخلكم دول فين السجن. معلش انا اسفه، متزعليش. ممكن تسلميلي على ماما بقى؟ شغل شغل الشغل شغل. ماما ايه دلوقتي؟ يا ماما ماما جاي، ماما دي رخص عشان هتدخلني السجن يا ماما. عسكري سوق معانا سامنيه، اديني السكوتر بتاعها. حاضر. شكرا يا باشا امنيه. يا ماما هتدخلني السجن. لا خلاص انا هطلع لك الرخص. يلا خدي السكوتر بتاعك. يلا يلا يا ماما. لازم تطلعي السكوتر بتاعها ده رخص. عايزه حاجه يا باشا امنيه؟ لا عايز سلام. يلا عسكري سوكا. نعم يا باشا امنيه. كفايه شغل النهارده. حاضر. ودخلي لي الكرسي ده. ماشي عشان رايحه مشوار. تأمري بحاجه تانيه؟ لا يا عسكري سوكا. ماشي.